هذا الدستور اللي تكلمت عليه تناقشناه في المكتب الوطني، تناقشنا البنود تاعو، وقلت أنا هذا الدستور أحسن بكثير من الدستور تاع 96، وأحسن بكثير من الدساتير اللي تغيرت في العهدات اللي فاتت، ولكن كان أشياء كثيرة ننتظر أنها تغير، راح ننظر من أجلها. الشعب هو الوحيد اللي يمتلك كل السلطات، الشعب لابد أنه هو يقرر مصيره من خلال الاستفتاء. احنا هذا الدستور ما هوش قرآن، الدساتير تغيرت وممكن تغير أشياء كثيرة في المستقبل. لابد أن تكون عندنا نية البناء، لما تكون عندنا نية أننا نريد أن نبني دولة قوية.